يجمع الرياديون في العادة على أن العقبات والصعوبات التي تواجههم خلال مسيرتهم هي ذاتها. هل كان الوضع مختلفاً بالنسبة لطقس العرب؟ كان حتماً علينا أن ندرب الكادر منذ البداية على هذا السوق وهذه التكنولوجيات. طبعاً استثمرنا وقت كبير جداً في هذا الموضوع، والكادر هو سبب وصولنا لما هو عليه نحن اليوم من بعد تدريبه المطول لما نفعله اليوم. الأمر الآخر طبعاً كانت هناك ربما بعض العقبات الأخرى التمويلية القانونية أيضاً، وأيضاً بعض العقبات التي واجهناها في بعض الفترات في الدخول إلى أسواق جديدة. بشكل عام هي عقبات تقليدية. طقس العرب ريادة أردنية وقفت في وجه الرياح العاتية، وهو ما جعلها من مصاف الشركات العالمية، وهو الأمر الذي دفع مجلة فوربس الأمريكية المختصة في عالم المال والأعمال لاختيارها ضمن قائمة أقوى 100 شركة ريادية عربية في عام 2017.